يقول السائل: أعطاني أحد أقاربي مبلغا من المال وقال أعطه إلى المحتاجين، ولي أخ محتاج، هل أعطيه هذا المبلغ أم أنه لا يجوز؟ إذا كان أخوك محتاجا ينطبق عليه الوصف الذي أراده صاحب الصدقة فأعطه منه، أعطه من هذا المال، لأنه ينطبق عليه الوصف الذي أراده صاحب الصدقة. يقول السائل: لدي أموال من ريع وقف، لكن لا يجوز لك أنك تعطي ابنك، ما تعطي ابنك ولا تعطي بنتك ولا تعطي زوجك من هذا المال، من لا تقبل شهادتك له إنك لا تعطيه منه، أما من تقبل شهادتك له فإنك تعطيه، مثل أخوك تقبل شهادتك له وعليه تعطيه إذا كان فقيرا. نعم.